اول خبر معانا في حلقتنا النهارده عن السوبر ستار احمد السقا اللي مشغول جدا بتصوير فيلمه الجديد العنكبوت، واللي عرفناه ان هو صور عدد من المشاهد على كوبري امبابا، ودي مش اول مره السقا يصور هناك. لو تفتكروا هو كمان صور عدد من المشاهد على كوبري امبابا في فيلم تيتو. طبعا الفيلم ده بيشاركوا في البطوله خالد النبوي ومنى زكي. مكتوب لي اغني لك دي احدث مسرحيه بتتعرض دلوقتي على مسرح محمد عبد الوهاب في اسكندريه، ومن بطوله النجم الكبير ايمان البحر درويش، وبتشاركوا في البطوله شيرين. مسلسل اللعبه ده احدث مسلسل هيصوره شيكو وهشام ماجد. المفاجاه ان احنا هنشوف النجم احمد فهمي، وبكده الثلاثي هيكون مكتمل كضيف شرف في المسلسل. جهد شاق وعمل شاق للغايه، ولكن سعادتي في انه يعني نحاول ان نلقي بعض الضوء على فن المسرح، نحاول ان نلقي حجرا في المياه الآسنه، حجر في المياه الراكدة، نحرك الدنيا شوية بالنسبة للمسرح، وخصوصا اننا بننتج ما يزيد عن 2000 عمل مسرحي في السنة، ولكن للأسف الشديد اننا ما بنحسش بيها هذه الأعمال الكثيرة، ما بنحسش بيها في المجتمع. هذه الأعمال لابد ان يكون لها تأثيرها في المجتمع، لابد ان نشعر بها في المجتمع، ولن نستطيع ذلك إلا لو يعني اهتمنا بالمسرح أكتر، اهتمنا بدور العرض المسرحي أكتر. بقى عندنا مسارح كتير، وفي نفس الوقت لما نيجي نعمل مهرجان زي كده ما نقدرش ناخد فيه 20 عمل أو 25 عمل من 2000 عمل دول، لا. وده اللي خلانا نقسم المسابقات، بدل مسابقة واحدة يبقوا 3 مسابقات. المسابقة الأولى فيها 24 عرض، الثانية فيها 24 عرض، الثالثة فيها 24 عرض. يبقى مجموعهم 72 عرض. ستعرض هذه العروض على 15 خشبة مسرحية. ولكل مسابقة من هذه المسابقات لجنة تحكيم خاصة. فاروق الفيشاوي يعني صديق وزميل وأستاذ وفنان كبير، وكان إدارة المهرجان مختاراه ضمن 12 فنان آخر من المكرمين، ولكن يعني وفاته المنية قبل ذلك وقبل هذا التكريم. ومع ذلك إن شاء الله سوف يتم تكريمه في حفل الافتتاح مع المكرمين كما كان ينبغي أو كما كان معد له أن يكون. عندنا 20 عرض مسرح أطفال، عندنا مدارس، عندنا محافظات، الثقافة الجماهيرية جايبين يعني وعروض ممتازة. يعني أنا بقول للجمهور، وطبعا الجمهور مجانا، كل العروض بتاعت المهرجان مجانا، المسرح الكبير والمسرح الصغير كل العروض مجانا. فطبعا ده عندهم 70 عرض يتفرجوا عليهم في 12 يوم. فأنا بدعي كل الأسر المصرية إن هي تحضر العروض، ودي هتبقى في كل مسارح الدولة. مصر بتنتج عدد رهيب من العروض. لك أن تعلم إن الكنيسة فقط بتنتج حوالي 1700 عرض مسرحي، ده جهة إنتاج واحدة. البيت الفني للمسرح بينتج حوالي 600 عرض مسرحي. فعلشان كده كان لازم المهرجان القومي للمسرح المصري يعبر عن الشريحة المسرح الكبيرة اللي الدولة بتدعمها. مهرجان السنة دي شكله جديد بكل المعايير. أنا من حسن حظي إن أنا كنت من طاقم اللجنة العليا المهرجان القومي للمسرح. بكل المعايير إحنا مقدمين كل جديد السنة دي، جديد في شكل المسابقات، جديد في شكل الجوائز، جديد في عدد لجان التحكيم، جديد في إن إحنا بنضيف السنة دي مسابقة للطفل، جديد في شكل الختام والافتتاح في عدد المكرمين في اسم الدورة. بتشرف إن أنا عضو في اللجنة العليا للمهرجان. فإحنا كان عندنا صعوبة في أننا نعمل كوتا ل70 عرض، وكان الأستاذ أحمد عبد العزيز حريص على أنه يقدم أكبر عدد ممكن من العروض. فبقى في 3 مسابقات بالإضافة لمسابقتين للتأليف والنقد، وفي أكتر من 70 عرض هيشارك لمدة 14 يوم بالمجان كل العروض دي لكل جمهور المسرح المصري. فتبقى فرصة كبيرة لأنه كل الناس تستمتع بالمسرح، وكل الفنانين يلاقوا فرصة يقدموا إبداعهم.
كتر خير الناس انها استحملتني اولا وثانيا كان لازم الحفله النهارده تبقى اطول شويه لان كان فيها عدد كبير من الضيوف كلهم اخواتي وكلهم اصدقائي وكلهم نجوم كلهم فنانين ناجحين جدا لازم كل واحد فيهم ياخد تقديره الكافي ولازم كل واحد فيهم ياخد حقه فده يمكن كان السبب بس في الاطاله يمكن لو ما كانش فيه معايا ضيوف كتير كانت تبقى اقصر من كده انا نفسي لما بحس ان الناس مبسوطه انا بتبسط ده بيشجعني اكتر اني اكمل اطول حتى شاير الكوميكس والفيديوهات اللي اتعملت عليا والله زي ما بقول لك كده قعدت اتابع مع الناس كان انا بقيت فجاه واحد من الناس ماشي اشوف البوستات اشوف الكومنتات اشوف الكوميكس وكوميك يعجبني اشيره عندي يعني معمول عليا التحفيل ده عليا انا بس لا كنت مبسوط جدا ومتابع جدا سوق الفن بشكل عام من وقت للتاني لازم بيواجه ازمه فاحنا بنحاول ان احنا نضخ دم جديد وبنحاول ان احنا نشتغل على بال ما الازمه دي تعدي بال ما الازمه دي تشيل فتشيلنا احنا كمان مفيش معنى خالص ان احنا نقدم اللي نقدر عليه لغايه لما الازمه دي تتحسن وبعدين نرجع نشتغل تاني وانا ما عنديش اي مشكله خالص من اي تعاون مثمر من اي نوع فلما بتسمع بتستقبل زيك زي المتلقي بالظبط بتحس الحاجه دي على قلبك شكلها ايه بتتخيل نفسك وانت بتقولها هتليق فيك ولا مش هتليق وممكن تجربها وتسمعها مره واثنين وثلاثه وتحس انك مش لايق فيها فتدور على حاجه ثانيه ده عادي ده طبيعي جدا بيحصل مش الفنان العملاق عمرو دياب مش ياما غنى حاجات لكن استبدلها بحاجات تانية لإحساسه ان دي ذات نفع اكتر دي ذات فايدة اكتر دي تليق عليا اكتر وهكذا عايز اعمل حاجة غير ممكن تكون بتناقش نفس المشاعر اللي انت بتحس بيها في موقف معين بس بطريقة غير طبعا احب جدا ان انا اخش التمثيل وما عنديش اي مشكلة لو في مخرج شايف ادهم انه يجي منه ماشي ده دي حاجة تساعدني يمكن في الكوميدي شوية يمكن مش عارف بس الموضوع ده صعب جدا الكوميديا دي حاجة صعبة جدا ماشي والناس اللي بتعمل ده اساتذه من العيار التقيل ماشي احنا بنتكلم في من اول زعيم عادل امام مثلا ماشي مرورا بالاستاذ سمير غانم مرورا باسامي كبيره قوي ما قبل كمان في الاستاذ عبد المنعم مدبولي او الاستاذ فؤاد المهندس رحمه الله عليهم لا ده موضوع صعب قوي انا خاف بصراحه بس اجرب وعندي مغامره انا بحب الاستاذ والنجم الكبير قوي احمد السقا انا بحبه جدا احب احضر له لوكيشن حتى مش عايز امثل ولا حاجه احب احضر له لوكيشن بس شكرا جدا قناه الحياه وشكرا جدا برنامج عين نورتونا وشرفتونا